فانا بس انا يمكن نقطتي كلها كانت في التشكيل، يعني يمكن اكتر واحد كان ممكن يغير شكل المباراه اللي هنا دي بالذات هو مجدي أفشة. يعني أفشة كان هو الحل السحري للفريق النادي الاهلي في مباراه القاهره، في المباراه اللي هنا في القاهره اللي فاتت دي. خلاص، مع طبعا وجود خبرات عبد الله السعيد اكيد اوكي هحتاجه في خبرات، ولكن انا أفشة هو اللي عامل الفارق مع النادي الاهلي فتره كبيره حقيقي. وبصراحه اللي عمل الشكل الجديد لأفشة هو مستر موسيماني بصراحه تحسب له دي، لان ادى أفشة حرر أفشة من قيود كتيره جدا كان عاملها عليه مستر فايلر قبل كده. فانا كان أفشة بالنسبه للمنتخب هو تقريبا الحل السهل، يمكن دي النقطه الوحيده اللي يعيب على كابتن حسام بدري فيها ان هو ما كانش ما اعتمدش على أفشة في المباراه الاولى، ولكن في المباراه الثانيه وتبص لحسابات الكابتن حسام مختلف تماما.